سبورتينغ براغا فولهامبتون شنا كيفاش كانت المباراة قوية، مباراة اللي كانت نقولوا بلي كانت قوية، شنا نقولوا شنا ربع أهداف في الشوط الأول، وشنا سبورتينغ براغا اللي سجل في الدقيقة السادسة، شنا تعديل النتيجة من خيمينيز راؤول خيمينيز في الدقيقة 13، شنا ماتا وين أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 34، شنا آدم توري اللي سجل في الدقيقة 35. يعني كانت المباراة شنا بالهانو اللي عدل نقولوا باللي سجل الهدف 64 من جانب سبورتينغ براغا، شنا فرانسيسكو اللي سجل في الدقيقة 79 الهدف التعادل. يعني كانت المباراة كانت قوية، شنا كيفاش كانت متكافئة، خاصة الشوط الثاني، وين شنا سبورتينغ براغا 48%، فولهامبتون 52% استحواذ، 436 488. يعني كانت المباراة كانت متكافئة، كانت شنا كيفاش سبورتينغ براغا اللي دخل بالتشكيلة التالية، وين شنا كيفاش الخطة نقولوا الخطة لسبورتينغ براغا اللي لعب بخطة 4-3-3، شنا فولهامبتون اللي لعب بخطة 4-1-4-1. يعني ادواردو الحارس تاع سبورتينغ براغا رغم تلقيه 3 اهداف لكن انقذ المرمى تاعو، شنا سيكورا شنا كيفاش ويلز برونو يعني ريكاردو هورتا شنا كيفاش فرانسيسكو شنا يعني كانت المباراة، وين شنا التغييرات ريكاردو المدرب تاع سبورتينغ براغا اللي دار تغييرات من اجل التعديل من اجل الفوز، وين عدل في الدقيقه 79، شنا كيفاش نقولوا بلي 10 دقائق الاخيره وين كانت صعبه على فولهامبتون اللي لعبوا في الوراء، وشنا كيفاش وين كانوا يلعبوا الهجمات المعاكسه، وين هما بعد الهدف الثالث بالشوط الاول 3 اهداف مقابل هدف، شنا كيفاش سبورتينغ براغا وين عدلوا النتيجه وين اضافوا هدفين، شنا كيفاش تراجعوا تاع فولهامبتون اللي تراجعوا الوراء. يعني كانت المباراه خاصه وين الحال نينو المدرب سانتو يعني كانت وين دخل مدافعين خط وسط ميدان، وين شويه عطى نقولوا باللي عطى الفرصه سبورتينغ براغا للعوده في النتيجه، وين شنا كيفاش عادوا في النتيجه بعد اداء كبير، وين شنا باتريسيو الحارس اللي دار غلطتين، شنا غلطه في الشوط الاول غلطه في الشوط الثاني، رومينيو شنا كيفاش كواردي يعني ليندار شنا جوني شنا جول ماتويني روبن يعني كانت كذلك ماتا شنا ديجون شنا راؤول خيمينيز شنا ادم. يعني كانت المباراه كانت في المنحصره ما بين شنا كيفاش نقولوا سبورتينغ براغا عرف كيفاش يسيطر، عرف كيفاش يضغط من اجل تعديل النتيجه، وين عدل مبكرا في الدقيقه 79 بعد ما كان متاخر بهدفين. يعني شنا كيفاش كانت السيطرة كانت واضحة من سبورتينغ براغا، رغم أن كانت المباراة متكافئة لكن شنا السيطرة كانت من جانب سبورتينغ براغا، كيفاش عاودوا ولاو في النتيجة بعد ما كانوا فايزين، بعد كانوا منهزمين 3-0. شنا كيفاش الشوط الثاني وين سبورتينغ براغا وين ضغط وين ما خلاش اللاعبين تاع فولهامبتون يعطوا كيما نقولوا حنايا ينظموا الصفوف تاعهم، يعني ضغط رهيب، شنا كيفاش المدافعين تاع فولهامبتون وين عانوا امام كانت صناعة الهجمة، شنا كيفاش كانت كل اللي براغا في الشوط الثاني نقولوا باللي من ديك الدقيقة 55 حتى 60 وين كانت سيطرة كاملة للفريق المحلي سبورتينغ براغا بضغط من الجمهور، شنا كيفاش كانت نقولوا باللي كانت المباراة هذه وين نقولوا فاني نقولوا فولهامبتون بالرجوع تاعو للوراء وين عطى فرصه خلى كل الفرص لسبورتينغ براغا من اجل تعديل النتيجه. هذه هي المباراه، مباراه اوروبا ليغ اللي شنا كيفاش
كانت مباراة قوية، مباراة شلنا فيها 6 أهداف، 3 سبورتينغ براغا، فولهامبتون 3. هذا التعادل في هذه المباراة، وهذه هي الأوروبا ليج. سعيدوا.